المعرض الدولي للفلاح المنظم بالجزائر العاصمة يصبو إلى تفعيل شراكات من أجل تحريك هذا القطاع بهذا البلد الجار. المغرب ضيف شرف هذه الدورة السابعة. اختيار المغرب جاء ثمرة تعاون بين الرباط والجزائر، انطلقت تجلياته على هامش دورة مكناس لهذه السنة، خصوصا ما يتعلق بالتبادل التجاري والأمن الغذائي. المغرب قرر أنه يكون واحد غير وقت يعني في المستوى اللي شرف العلاقة بين الجزائر وبين المغرب، وكيظهر لي بأنه هذه نقطة جد مهمة، لأنه انتقلوا من الاتفاقيات اللي هي بين الدولة إلى العمل الواقعي الميداني اللي هو بين الخواص. حضور المغرب الوازن بهذه الدورة هي مناسبة للعارضين المغاربة من أجل ترويج منتوجاتهم والتعريف بها. الوفد المغربي اللي جاب 150 متعامل على المستوى هو دليل على الاهتمام المشترك اللي نريده لبناء علاقات قوية ما بين بلدين شقيقين. حسب ما عينا اليوم، المنتوج المغربي عنده نوعية لباس بها واللي تستحق يعني الشهرة نتاعها، واللي راهي أيضا عندها الصدى نتاعها في الخارج وراهي مطلوبة كثيرا، بينما في الجزائر ما زالنا في الانطلاقة. تقدر مساحة الرواق المغربي بحوالي 600 متر مربع، ويضم 29 عارضا يمثلون شركات تقدم منتوجات فلاحية متنوعة من عسل وزيوت وفواكه وحبوب. وهذه أول مشاركة لنا في دولة الجزائر شقيقة. الهدف منها هو نعرفوا المنتوج ديالنا، وبطبيعة الحال نفتحوا آفاق جديدة للتعامل التجاري مع عملاء ديالنا في هذه الدولة. على مدى 4 أيام يلتئم المعرض الدولي للفلاحة بالجزائر العاصمة. الأمن الغذائي وتحريك عجلة التطور الفلاحي من أهم محاور المعرض الذي اختار هذا العام المغرب كضيف شرف، مما يدشن لمرحلة شراكة فلاحية قوية بين الجارين المغرب والجزائر. عادل بن موسى، القناة الثانية دوزام، الجزائر العاصمة.